نحن الآن في منزل عضو مجلس النواب تعرض إلى إصابة خطيرة في مجلس النواب. السيد النائب إن شاء الله لاباس. خوتي سايبني خوي خوتي. ما تخافش صحافة صحافة ما تخافش. صحافة يا راسي يا ملغيغتي. إن شاء الله باللطف. طبعا هذه يظل لي مخلفات الصدمة خاصة الضربة يظل لي جاتك ماكنة سيد النائب. فين جاتك الضربة بالضبط؟ والله هنا في الملغيقة من التالي. باهي أنت سيد النائب خلينا نبدو من الأول، أنت ساعة تابع أنا كتلة أنت؟ خويا والله ما نعرف، يا تابع كتلة الائتلاف الدستوري يا كتلة كلب تونس. سيد النائب ما ثماش هذه الائتلاف الدستوري. مالا تابع هي تذكرت سامحني خويا تذكرت مخي ما عادش عندي تابع مقارونة النهضة. مقارونة النهضة باهي علينا يظل مخلفات الصدمة معناتها باهي لو تحكينا شنو صار بالضبط كيفاش تعرضت للإصابة شنو صار بالضبط؟ والله إني خذيت الكلمة على الميزانية. ميزانية متاع الدولة؟ يا ودي أنا دولة نحكي على الميزانية متاعي أنا والزميل قلت له الشهرية ما عادش مكفيتنا والواحد ولا يستلف خويا ولا تبالع معاش خالتي قلنا نشوفوا كيفاش نتكتكوا ونلقوا حل. ايه حصيلو قلنا الحصيلو علاش ما نولوش مادام عندنا الحصانه وما انا رابحين من حد شيء على الاقل نستعملوها في الكونترا نولوا نجيبوا شويه عسل نقول شويه عسل شويه معسل وشويه دخان نعدلوا بهم الميزانيه نتاعنا. باي شنو صار انت تحكي قلت لي انت والزميل على الميزانيه نتاعكم ومن بعد شنو صار؟ خويا يعني هكاك نحكوا ونسمع في العيطة الأولى وبعد تالي نسمع في العيطة الثانية كثر العياط مش عارف حسوا ضربوا مضروب ومرأة ولا هو نايب ولا هي نايبة تكفر ما تكفر هاكا في مجلس النواب. هاي حس كثير ياسر إني ما نكذبش عليك مشي في مخي قلت هذه عبير قذنة الشيخ إني هكاك خويا معاه الشيخ وجيني الضربة يميمتي يا بتوع علي بشقفة من هنا على الملغيقة واك ضربوك بشقفة؟ ايه الشقفة متاع شراب ولا هي بيرة حشاكم هكا شقفة شراب وبيرة في مجلس النواب يا اخي يشربوا في مجلس النواب. ايش نحكي لك اخويا ايش عندك مرات سمى حاجة هي ما يعملوهاش غادي في مجلس النواب يا ودي جماعة تبات تمز تحت الطاولة ايش بيك يدخلوا في الشراب تحت الطاولة ايه يشربوا يا ودي ثم حتى شكون يتكيف غادي في الزطلة في الليل هذا يتكيفوا في الليل يتكيفوا وساعات كيسروا على الفصول بتاع القوانين انا كل ساعه جماعه تدورها تمز وتشرب وتتكيف وتزطر على بعضها هكا معناتها في مجلس النواب ثم شراب هادي ثم حتى عندنا نايب مزمر سكين يسخف والله حاله يبكي الحجر دورها يبيع في الفيلم في الفول المدمس انا هم بعد تالي يخلص على الميزانيه. ميزانيه شنو؟ ميزانيه الفول بتاع النواب. فول بتاع النواب بيظل لي انت عندك شويه سخانه السيد شقفه منين جاتك بالضبط؟ خويا ما نعرفش ما تلزيش للكذب لا من ائتلاف الدستوري يا من نهضه كلب تونس ما نعرفش منين ما نعرفش. باهي انت في شكون شاك بالضبط؟ والله الحق شاك في زبير مخلوف ولا فتحي العفاس ولا الغفاص ولا معناتها انت شاك في الشقفه جاتك يظل لي من ائتلاف الكرامه هاك؟ اي لكن ائتلاف الكرامه يظل ما يشربوش شراب. يا ودي شبيك ما تفهمش شقفه نتاع بير حلال حلال حلال. باهي من بعد شنو صار بالضبط؟ شفنا احنا في التلفزه فوضى واحد دخلت بعضها سامي عبو طاح لها السكر ودخلت لنا غاديكه وكهو وعبير خويا جات تجري مغاديكه وجايبه ايد باله ايد باله. اي خويا تجري مغاديكه بايد باله ايد اليمين فيها باله واليد اللي صار فيها التليفون تصور وبدا جاب جرته العفاص ولا شن ومكنات اخوي ما خلت ليه قالت لي عفاص يا غفاص يا قالت لها تهيل في المراه العازبه قالت لها تهيل في برقابه اللي بيك اللي عليك تهيل في مجله الاحوال الشخصيه فزه ما سكت لهاش خوي قال لها الله يعطيك ولا دنيه يا مظبعه خوي شدت بعضها ايوه تعمل تهز البال اخوي وتهبط علي على ركيبه جبتها كل جمل البارك وش اسمه مخلوف غاديك حاضر اسكت خويا مخلوف تنطر مغادي يجري خويا في دبوس جاب الدبوس هو في بالك يجي خويا باش يعطيه
يضرب الدبوس شوي مش عارف شكون اخي بيه خويا يجبد من قصة على الديمقراطيه تي عفوا على على نتاع طيار الديمقراطي على الطيار الديمقراطي يجبد عليه خويا من قصة جبه ملوح هذيك والدبوس منين جاب الدبوس؟ والله ما نعرف والله ما نعرف المعلومه اللي يقولوا فيها قال اعطاه للغرياني لذلك خرج من بحث الخنوش إيه صار الغرياني موجود هذا ما تعدوهاش هذا الغرياني موجود غادي ايه موجود بحث الغنوشي ايه موجود هو قالوا اعطاه الدبوس هذا العلم ايه وكتله النهضه وين وقتها العركه فاش يعملوا هما يا ودي خويا يا خويا كتله النهضه راهم لا يحفروا حفره ليبات البر وانهم قاعدين يحمشوا وشعلوا في جماعه مخلوف وهم يجبدوا رواحهم ايه كيفاش تفضتهم بعد ما تليزنيش للكذب خويني دخت وقتها دخت عملوا كيما هكا من فوق تبرحي نلقاهم مطيشيني في حجر الغنوش طيشيني خويا هو يمكن يدفر علي تف ويكركب تف ويكركب يا ودي قلت له فاش تعمل اخي تدفل علي وليد ميات الشرتله ليه اش عملت قال لي اسكت نحن نمر باحسن فترات الديمقراطيه الناشئه قلت له انا ديمقراطيه ناشئه تاع المذهب نتاعكم تدفل علي وتكركب علي هذه خير طلعه قلت له تو قال لي اسكت تأدب تأدب قليل الأدب ايه وبعد شنو صار؟ هادي قلت له يا غنوشي راك البلاد خليتها راك البلاد خليتها وباقي تدفل علي قال لي اسكت اسكت حتى يجيك الغرياني يدفل عليك ويكركب عليك هكا هو قلت له خلي يكمل الغرياني يدفل علينا معناتها تو الواحد يتسائل سامحني السيد النائب في القولة هذه معناتها معناتها المواطن يتسائل تو انت مستواه هذا نتاع نواب البلاد ما فيها غاز الناس تتعارك على دبوزه غاز بالصف ثلاثة ايام وانتم تتعاركوا تتضاربوا تو هذا معناتها مستواه نتاع نائب سامحني اه يا اخي مجلس النواب شكون اختاره مش الشعب الشعب منتخبه ولا هكا هو يتحمل معاه المسؤوليه تليفوني منو بزوان مش هذا خاطي تليفوني لا خاطي عجب هذا لا شما المكتوب تعب المكتوب تعبوا فيه اي مكتوب تعبوا فيه اي تلف الحر وحركة المقارونة اي تعبوا فيه في مجلس النواب اي مكتوب اي تعبوا فيه في مجلس الكلاب غادي تعبوا فيه الكلاب الكل اي اسمعني يا مكتوب لما الجماعة ركبهم في التراكتور من تاني وجيبهم راه العركة مش تكبر وتنتين اجري يا مكتوف ولد عمك ضربوها يا مكتوف اجري يا مكتوف اجري ووو 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 شوف سام الجماعة بتجي كانت تحب تصوروا اجوا صوروا ما كتموتوا على الفضايح خلك صوروا ها مش صوروا الجماعة الجماعة صوروا الضرب ولاد عمي جاي المغادي اه اشتركع في مجلس النواب ايه كانت تحب تصور مع تاني هاي برا برا نخطو على العاكة مالك تخت وانا الدبوس خلني في الدبوس وانا الدبوس